بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن حقا فرض الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى متوسط، للسنة الأولى متوسط مع الوضعية الإدماجية. نبدأ على بركة الله الوضعية الجزئية الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن نهرا ببابي إلى غاية الخطايا. أخرجه البخاري. أولا، أكمل الحديث النبوي الشريف. ثانيا، عرف الصلاة لغة وشرعا. عرف الصلاة لغة وشرعا. إذا ماذا بك؟ توقف الفيديو، جاوب على الأسئلة، ثم راح نتقاسموا الإجابة مع بعض. نكمل الحديث ونعرف الصلاة لغة وشرعا. إذا أنت وقف الفيديو واستذكر، وأنا نقدم الحل الآن وقارن الحلول تاعك مع حلول الأستاذ. إذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أخرجه البخاري. تعريف الصلاة: الصلاة لغة معناها الدعاء، وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذن أعيد التعريف: تعريف الصلاة لغة معناها الدعاء، وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كان هذه الوضعية الجزئية الأولى. نذهب إلى الوضعية الجزئية الثانية. ماذا تقول؟ من رحمة الله عز وجل بنا وتيسيره على عباده أن شرع لنا التيمم. أولا، ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ وثانيا، كيف يكون التيمم؟ طبعا هذه أسئلة في هذا الفرض، ممكن أنها تأتيكم كوضعية إدماجية، واضح؟ إذا ننتبه جيدا للإجابة حتى لو كان يعطيها لنا أستاذ كوضعية إدماجية نعرف نجاوب. جاوب أنت روحك الآن على التيمم، ووقف الفيديو وراح نتقسموا الإجابة حالا. إذا الأسباب المبيحة للتيمم هي: كأن يكون بعيدا أو لا يكفيه إلا للشرب، يعني يكون الماء قليل فقط للشرب أو الأكل، هنا يجوز التيمم دون الوضوء. كذلك السبب الثاني: عدم القدرة على استعمال الماء، كالمرض أو الخوف من حدوثه أو خوف المرض أو تأخر الشفاء. عدم القدرة على استعمال الماء كالمرض أو الخوف من حدوث المرض أو خوف المرض أو تأخر الشفاء. هذه أسباب التيمم. الآن كيفية التيمم؟ إذن أولا النية وتكون بالقلب. ثانيا أقول بسم الله. ثالثا أضرب بباطن الكفين على الصعيد الطاهر دفعة واحدة. وأخيرا أمسح وجهي وكفي مرة واحدة.
طبعا هنا الانسان كيديرو قدام حتى يوم يحفظه. هي كانت الام تتفرج في الفيديو تاعي، علمي له تطبيقيا، علمي لابنك تطبيقيا كيفية التيمم، يحفظها دون اللجوء إلى هذه الكلمات، يحفظها بالفعل. نذهب الآن إلى الوضعية الإدماجية. ماذا تقول الوضعية الإدماجية؟ السند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. متفق عليه. السياق: الصلاة ثاني أركان الإسلام وهي من أعظم شعائر المسلمين. التعليمة: اكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تتحدث فيها عن مكانة الصلاة في الإسلام وأثارها في تهذيب السلوك. إذن سأعطيك فقرة نموذجية بإمكانك أنك تستند عليها أو تكتب أخرى، المهم تدي أفكار منها. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتاركها جاحد لله تعالى، هي الفرق الوحيد بين المسلم والكافر. فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. كل أركان الإسلام فرضت في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج، ولا تصح إلا بالوضوء. لا تصح إلا بالوضوء، إنسان غير طاهر والغير متوضئ لا تصح صلاته، لا يقبله الله منها. الوضوء وطهارة المكان وطهارة الجسد واللباس. تعلمنا الصلاة الطهارة، لأن الصلاة لا تجوز في مكان متسخ ولا لباس متسخ ولا بدن متسخ. واحترام الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة عندها وقت محدد. تعلمنا احترام الوقت وحب التذرع لله والخضوع له، لأن الإنسان في الصلاة يخضع لله ويتضرع له. أوصي زملائي بأداء الصلاة وعدم التهاون في أدائها، لأنها تصفو الحياة بها. أحافظ على صلاتي تصفو حياتي، هذا مثل أحافظ على صلاتي تصفو حياتي. إذا نتمنى من كل من شاهد الفيديو، خصوصا أطفالنا وأولادنا اللي ما راحش يصلي، يتوضا ويصلي. الصلاة صعبة على الشيطان فقط، أما المسلم فإنه يقوم لها مثل الأسد. تمنيت لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.